وساعات انت اكيد يا كابتن كمدير فني في الفرق انت بتشتغل على الكلام ده، ساعات بتقول للعيبه لا اقعدوا مع بعض، يعني ساعات الكلام اللعيبه مع بعض اهم بيفرق. اهم ده ساعات طبعا، بيبقى اهم من طبعا كلام المدرب. دي حاجه مهمه جدا، اهم من مهمه يعني جدا. يعني ايه اهم من كلام المدرب؟ يعني ممكن جدا القعده بتاعت اللعيبه دول، يعني ممكن زمان كانوا يسموا فيه السته الكبار الاربعه الكبار دول كانوا على طول في النادي الاهلي من زمن كبير جدا على طول يبقى فيه سته كبار اقدم سته، مثلا ايه في مشكله في اجتماع ليهم مع مدير الكوره وتتحل والامور ما تتصعبش يعني بيحاولوا ما يوصلوش كمان المشكله للمدير الفني، يعني ممكن جدا يحصل مشكله جوه الفرقه والكابتن رمضان عارف واكيد يعني مر بتجارب زي كده فهم بلغه الكوره بيلموا الفرقه بدل المشكله ما تتصعد وتكبر لا بيلموا بعض. ده بيحصل دلوقتي؟ والله يعني مش كتير لا مش كتير. كان الكابتن حسن حمدي وهو مدير الكوره كان يحب دي قوي، يعني يحب جدا ان هو يجيب مثلا السته الكبار دولت ويتناقش معاهم، ممكن مثلا تبقى ايه حاجات مثلا في اللائحه حاجات اداريه حاجات اداريه وحاجات مش عارف ايه ويتناقش معاهم ومش عارف ايه وبتاع. ده فيري بروفيشنال ده طبعا، ده فعلا ده احتراف طبعا طبعا. ودي كانت بتعمل نتائج هايله، كانت في ممكن تبقى في مشاكل كبيره جدا تتحل في ما فيش في الساعه او نص ساعه الاجتماع اللي بيحصل دوت. فلا الحته دي كانت موجوده بشكل كبير جدا. اللي كان بيقعد معايا في الغرفه اوقات بقى محمد عامر مختار اللي هم المجموعه برضك اللي هي كانت قريبين جدا من بعض. شويه كواليس كده، كابتن مختار قعد معاك فتره، كابتن محمد عامر الاثنين يعني لعيبه وشخصيات عظيمه. طبعا بس اكيد لكم كواليس في مواقف معينه حصلت، سفريه في افريقيا انا عارف سفريات افريقيا بتبقى فيها مشاكل. يعني احنا هو طبعا انت عارف مختار ومحمد عامر من اللعيبه اللي يعني المميزين جدا في تاريخ الكره في مصر الحقيقه وفي النادي الاهلي، وهم كمان كانوا ايه يعني يحبوا الجديه على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي في حياتهم جادين جدا وبيفكروا ازاي ويعني ما كانش فيه الحقيقه حاجات مثلا ممكن تبقى ما فيش هزار كتير ما فيش بيبقى العمليه كلها يعني سيريس قوي ومركز يعني زي ما بقول لك يا هاني الحقيقه كانوا ايه على طول احنا فكرنا في الكوره